رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض تقرير الكتب الأكثر مبيعاً أو البست سيلر، ودلوقتي تعالوا نستقبل مع بعض عن طريق زوم أصغر بوكتيوبر وهو إسماعيل الإبياري. أهلاً بيك يا إسماعيل. أهلاً بحضرتك يا أستاذة رانيا، سعيد جداً بوجودي مع حضرتك النهاردة. إحنا اللي سعداء بيك، وإحنا اللي سعداء بإنك رغم صغر سنك وإنت عندك 17 سنة مش بس مهتم بالقراءة، إنما كمان إنت عامل نسبة متابعة عالية جداً جداً جداً، وعامل حملة تشجيعية لكل الولاد اللي في سنك عن طريق اليوتيوب إنك تشجع كل الولاد اللي في سنك على القراءة. احكي لي بقى شوية يا إسماعيل، إنت إزاي بتعمل ده وبتشجع إزاي الشباب اللي في سنك ان هم يقروا؟ اول حاجه انا من بدايه نصايحي للقرايه، حاول على قد ما تقدر الموضوع ما يبقاش مجبر عليه. انا الموضوع ابتدى معايا في القرايه، الموضوع ابتدى لوحده خالص، محدش اجبرني عليه، محدش نصحني قال لي ابتدي اقرا يمكن هتفيدك، يمكن الموضوع كله ابتدى من ناحيتي. وحتى بعد كده موضوع الفيديوهات والبوكتيوبر برضو الموضوع ابتدى من ناحيتي اكتر، لاني حسيت ايه، انا كان دايما عندي شغف في فكرة عمل الفيديوهات، فحسيت ان انا ليه ما عملتش محتوى فعلا يكون مؤثر ومهم وبحاجة انا بحبها زي القراية. وانا طبعا كمان من يعني بعد القراية ابتديت كمان احب التحليل اكتر واكتر، فحسيت ان ده بيكمل ده في نفس الوقت. وطبعا جميل. ايه، بحاول على قد ما اقدر الفيديوهات، انا مش بقول انها تشجع حتى على البوكتيوب، ولكنها تشجع على القرايه عموما. جميل. انت بتعمل الفيديوز دي فين؟ بتعمل الفيديوز دي على يوتيوب، على سوشيال ميديا، يعني بتعملها فين؟ انا ابتديت من 2018، يمكن ابتديت انزل الفيديوهات دي على اليوتيوب، حلو. وكان ده نشاطي الوحيد ومش بنزل في حته تانيه. بس يمكن اكتر بعد كورونا وطفره السوشيال ميديا من ناحيه الانستجرام، التيك توك، الفيسبوك والكلام ده كله، بقى ايه، احاول اوزع المحتوى بتاعي في كذا بلاتفورم. يعني تمام. ابتديت ايه، انزل ريلز على الانستجرام للفيديوهات، ابتديت انزل فيديوهات على التيك توك، لذيذ. لان ايه، الحاجات دي كمان نسبة متابعتها كبيرة ووصولها طب للناس اسهل، ولما بتبقى قصيرة كمان بتجذب انتباه الناس. أكيد أكيد. شاركت في أكتر من ندوة في معرض الكتاب في دوراته المختلفة من 51 52 54. احكي لنا شوية عن شعورك، مظبوط. احكي لنا شوية وانت ولد عنده 17 سنة وعامل ندوة ومشارك في الندوة وبيتكلم في ندوة بيشجع فيها كل الشباب اللي زيه على القراية. احكي لي شوية عن الخطوة دي في حياتك. والله حضرتك بالنسبة لأول ندوة فده كان فخر كبير جدا للواحد، لأن أنت تخيل أنت في سن ما بين 13 ل 14 سنة، وكل اللي معاك في الندوة يعني على الأقل كاسرين ال 20 سنة، وفي صحفيين وكتاب وهكذا أشياء، وأنت طفل عندك 14 سنة، بيتم سؤالك وبيتم أخذ برأيك وبيتم استضافتك أصلا في معرض الكتاب القاهرة الدولي، اللي أنا أصلا يعني ما كنتش اتخيل من نقول مثلا وانا عندي 11 12 سنه ان انا ممكن ابتدي اروح معرض، توصل لدرجه ان انا يتم استضافتي في المعرض. ويجي بعد كده السنه حتى في فتره كورونا لما عملوا الفيديوهات على منصه المعرض، وكنت ضمن فعاليه اسمها ثقافتك في بيتك، برضو الموضوع كان لطيف جدا، معمول بشكل بروفيشنال، ويمكن الموضوع كان اصعب كمان لان انت ما فيش حد بيحاورك. ايوه. انت ايه، انت بتجيلك الاسئله وانت اللي بتقعد تتكلم. ايوه. والسنه دي برضو كنت عندي بقى ايه، كان عندي ندوه بس دي كانت لوحدي تماما، فده بقى كان مسؤوليه اكبر واكبر. طبعا. ايه اللي الواحد ممكن يقوله، ازاي الواحد يعني ايه يخلي الندوه لطيفه على الناس، يشجع الناس ان هي تيجي الندوه، يشجع الناس عموما بالقرايه، ويلهم ولو بني ادم واحد من القصه. فكل ندوه كان ليهم الاحساس بتاعه، وكل ندوه كان ليهم مدى النضج بتاعه. أكيد أكيد. إسماعيل، تنصح الشباب اللي في سنك وإنت شاب ناجح جدا في المجال اللي إنت ابتديته واللي إنت اخترته، يقروا في إيه؟ إيه اللي بتشجعهم عليه إن هم يعملوه عشان يقدروا يفضلوا محافظين على العادة الجميلة واللي هي القراية، واللي يفضلوا محافظين دايما على إن هم يكونوا في رحلة سعي طول الوقت إن هم يتثقفوا، إن هم يتعلموا، إن هم يقروا، إن هم يعرفوا أكتر وأكتر؟ أنا نصيحتي دايماً اقرأ اللي يعجبك، وعلى قد ما تقدر قول الرأي اللي أنت عايزه، ما تخليش أبداً حد يجبرك على حاجة، وما تحكمش نفسك في نوع معين من الكتب أو الروايات أو أي حاجة،
وحاول على قد ما تقدر تخليها عادة، لأن هو القراية حاجة جميلة جدا، طبعا ومهما كان يومك مضغوط أو يومك مليان أو يومك متعب، برضو القراية إيه، على قد مثلا شوية في كل يوم الموضوع مش هيأثر خالص، وهي في الأول وفي الآخر عادة، أساسها المتعة. يعني القراية ده مش فرض ولا طريقة بقى إيه إن أنت تحسن من نفسك حاجة، القراية دي ما هي إلا متعة، ومع الوقت بتبتدي تبان عليها المميزات بقى، وتبتدي تشوف الخبرات اللي أنت بتاخدها من القراية والنضوج الفكري اللي أنت بتاخده من القراية. صحيح صحيح. القراية والثقافة ومخزونك اللي انت بتكونه المعرفي من القراية ومن الكتب اللي بتقراها ساعدك ازاي في دراستك؟ فادك ازاي في دراستك؟ خلاك ازاي مختلف كشاب يمكن تكون موجود في مكان مش كل الناس بتقرا فيه؟ طبعا انا هقول ان فعلا انا في البدايات بتاعت القرايه ما كنتش في دايره محيطه بيا اللي هي دايره ناس بتقرا والكلام ده، انا معترف بالكلام ده، بس يمكن بعد لما انا ابتديت اقرا وبعد اليوتيوب وبعد الكلام ده، الناس صحابي ابتدوا يقروا اكتر، يسالوني اكتر، حتى يتفرجوا عليا ساعات. وانا القرايه انا مقتنع دايما ايه، ان القرايه هتفيدك بس بشكل حتى انت ما تعرفوش. يعني انا من ساعه ما بديت اقرا، انا ممكن اقول على المستوى الشخصي والاجتماعي اكتر بقيت احسن بكتير، يعني على جميل. المستوى الشخصي كنضج فكري الموضوع بقى احسن بكتير. أكيد حتى على المستوى الاجتماعي الواحد دلوقتي القرايه توصلك لمرحله انك تعرف تتعامل مع اي حد، طبعا، انت من أكيد كتر ما ثقتك في هتقرا نفسك زادت، أكيد فكرة التواصل الاجتماعي عندك بشكل كبير اختلفت. ثقتك في نفسك، وانت مع القرايه انت كل شويه بتشوف شخصيات في شخصيات في شخصيات، فده بيخليك تبتدي تتعلم ايه، انا فاهم مثلا الشخصيه دي ممكن اتعامل معاها ازاي، فاهم صحيح الشخصيه دي ممكن اتعامل معاها ازاي، وهكذا. صحيح. أنا مبسوطة إن أنا كلمتك النهاردة وإن إحنا شفناك عن طريق زوم، وفخورة انا جدا سعيد بيك، اكتر، وبقول لك كمل واستمر وإن شاء الله هتحقق كل أحلامك لأنك اخترت الطريق المظبوط. انا اللي بشكركم جدا على الاستضافه الجميله واللذيذه دي والله. ميرسي ميرسي يا إسماعيل.